بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الله تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. سبحان الله، الله أكبر. اليوم تم افتتاح بئر مع متوضة لقرية كاملة، صدقة جارية عن فايز القعود سلمان القعود حفظهم الله القدس، نعو البئر الكهربائي والمواضي بإشراب طراحم صناول الخير، جزاهم الله خير الجزاء وأحسن الله لهم، وسقاهم الله من حوض القوصر يوم القيامة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المواضي في ميزان حسناتهم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم يبارك في أولادهم وذريتهم ومالهم وأهلهم وفي كل خير. اللهم نسأل الله لهم الصحة والعافية. اللهم يحفظهم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم تقبل هذه المواضي وجعلها سببا لدخول الجنة ونجاة من النار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.